هو انت صحيح اتجوزت رجاء؟ وده يهمك في حاجه؟ لا ما يهمنيش ولا حاجه، انا بس مستغربه يعني، اصل حضرتك يعني راجل كباره كده ومحترم، ازاي يعني تتجوز واحده كانت لا مؤاخذه كانت ايه؟ بس انا ما انساش ابدا رجاء دي، انا اتعاملت معاها مره واحده كده زمان. اتعاملتي معاها في ايه؟ لا لا، هو انا لا مؤاخذه هتكلم وانا مش عارفه تمن اللي هقوله ده ايه؟ كلمي. حاضر حاضر هتكلم اهو. ايه يا حبيبي، هو انت خارج؟ انت مالك بقالك يومين ما بتكلمنيش؟ هو انت زعلان مني عشان روحت الشركه؟ لا خلاص، انا اتعلمت ما ازعلش من اي حاجه خالص. يلا البسي عشان هنتكلم واحنا بنتعشى بره. بجد هتسهرني فين؟ لا دي مفاجاه حبيبي. لا لا كده كتير عليا. بمناسبة ايه بقى؟ عم اقولك، تعرف ساعات بحس ان انت ساحرني. طبعا انا اكبر ساحر واكبر واحد يعمل مفاجآت في الدنيا دي كلها، وانا بصوم لك بالعشر. انا سعيد قوي النهارده. لا مش اسعد مني، انا سعيدة قوي 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 قوي. انا سعيد لاني حاسس ان انا بشوف كل حاجة على حقيقتها، حتى نفسي. طب وانا يعني؟ لا بجد شايفني ازاي؟ اهدى، عرفت ازاي ان النهارده عيد ميلادي؟ كل سنه وانا مدندشه. اتاخرت عليك؟ لا ابدا بالعكس، ده انت جايه في ميعادك بالظبط. طب كويس، اصل انا شغلي علمني احترم المواعيد. المواعيد دي اهم حاجه، خصوصا بقى لو كان الزبون مهم. والزبون دايما على حق. ما هو طبعا انت لو اتاخرتي ممكن الزبون يطير منك. والله حسب الزبون بقى. اصل في زباين بتبقى مهمه، مراكز عليوي، دول بقى ما ينفعش تتاخر عليهم خالص، مواعيدهم بتبقى محسوبه كده بالثانيه، بالفيمتو ثانيه. انت جايبني هنا ليه؟ عيب كده ما يصحش قدام زميلتك نجوى. كنا يا باشا، انا عن نفسي بطلت، اصل الشغلانه خلاص ما بقتش جايبه همها، بقت تعبه على الفاضي. انت قلتي له ايه؟ يا حبيبتي ما قلتش غير كل خير، بس انا ما بنساش طاري ابدا. البت دي قالت لك ايه؟ قولي لي انت اشتغلتي في الجريده ازاي؟ على فكره الراجل صاحب الجريده دي راجل مزاجنجي قوي، ملياردير وغاوي ستات حلوه، ستات على الفرازه اللي ما يتخيلوش عنك كده يا مدام رجاء. صحيح يعني انا واخده على خاطري عشان لهفتي مني الراجل، بس يلا اللي سامح كريم. انا ما اقلعكيش من رجلي. وانا ما استنضفش ادوس عليكي بجزمتي. الله حلو قوي. انت سافل. انا برضو ما جاوبتيش على سؤالي، اشتغلتي في الجريده ازاي؟ ها؟ والشهاده بتاعتك؟ مين اللي ضربها لي؟ احترم نفسك. بقول لك ايه؟ ولا كلمة زيادة، فاهمها؟ انت طالع يا مدام رجاء. انا اسفة يا معداوي باشا. لا لا الختم كده كتير. مش كتير عليكي. لا يا باشا بس انا بطلت. لا لا انت فهمتي غلط. ده مكافأة على اللي انت عملتيه. طب وحياتك انت يا باشا، لو تحب اجيب لك السي في بتاعها كله، بس انت طلع شيكاتك وشممها لي. لا لا كفاية لحد كده. أستاذ مختار، أستاذ مختار، أستاذ مختار،
ازيك يا استاذ عماد؟ ازيك؟ الحمد لله. استاذ مختار موجود؟ لا غالبا مش موجود، انا كنت بره بشتري حاجات ورجعت ما لقيتهوش، بكلمه تليفونه مقفول. اعمل لك قهوه؟ لا 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 مش عايز حاجه. مالك فيك حاجه؟ انا تعبان، تعبان قوي. تعبان من ايه؟ انا اول مره اشوفك كده. تعبان من نفسي. انت تعبان من نفسك؟ يا ريت كل الناس زيك، ما كانش حد تعب خالص. انا حاسس بالوحده. انت بتقول كده يا عماد رغم كل الناس اللي حواليكوا بيحبوك، امال انا اقول ايه؟ عارفه الواحد بيعرف انه وحيد ولا لا لما بيقع في مشكله، وانا في مشكله كبيره قوي. مشكله ايه؟ امبارح اتمنيت اني اترمي في حضن حد يطبطب عليا ويقول لي ما تخافش، مفيش اي حاجه ممكن ترجعك خطوه لورا، حد يطمني، يقول لي تعب السنين اللي فاتت دي كلها ما راحش هدر. انا حاسس بالوحده، السنين اللي فاتت دي كلها كانت عباره عن ايام بتمر عليا وبس، حتى النجاح اللي انا عملته محدش فرح بيه غيري انا وبس. حسيت للحظه ان عمري كله راح من غير اي فايده. ليلى انا كبرت صح؟ مين قال كده؟ يعني ايه كبرت؟ انا عندي 40 سنه. زمان لما كنت بفكر في الرقم ده كنت بحس ان هو بعيد قوي عليا، كنت بحلم اني لما اوصل للسن ده اكون اتخرجت من جامعه واشتغلت وفتحت مكتب وبقيت محامي كبير وحققت كل اللي حلمت بيه، بس نسيت اتجوز واخلف، نسيت عمري، كنت بحلم وبس. طب مين قال لك بقى ان دي كلها احلام مش ممكن تتحقق؟ اقول لك على حاجه وتصدقيني. قول، انا كده كده بصدقك. انا مفيش اي حاجه بتبسطني، حتى لما بضحك بضحك لاني لازم اضحك.